نحكي عن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، ما الجديد في هذا العام؟ نحن عندنا حوالي 200 مدرسة قمنا بتجهيزها صيانة سريعة، يعني شملت الصيانة النوافذ والأبواب ودورات المياه، بالإضافة لتأهيل الأرضية مدرسة رويس القسيس ومدرسة الشبط الشلفاطية ومدرسة نبيل حلوم، الغرف اللي كان فيها هبوطات. عندنا تعرضت محافظتنا لعاصفة ب 25/6، ونحن بعدها قمنا بترميم عدد من المدارس، ولكن حوالي المدارس المتضررة 130 مدرسة، مديري عاجزة عن ترميمها كاملا. بالمحافظة كان عندنا هون الفارابي هلا عم نقوم بترميمها، بكرسانة كاسر داود وعبد الكريم جمول، لسه عندنا كمان ظافر ديوب بكرسانة رح نقوم بترميمها، وكرسانة حلقة يعني كمان. المدارس اللي دخلت للخدمة وادي شيخان قامت بتأهيلها منظمة جوبا، وبالإضافة لمدرسة ستربين أهنها السنة الماضية من خطة إعادة الإعمار. دائما وابدا تبدا الاستعدادات للعام الدراسي باستلام الكتب المدرسيه المجانيه على مستوى مرحله التعليم الاساسي من الاول وحتى الصف التاسع من مستودعات الكتب وفق اليه مضبوطه ومنظمه بالتعاون مع مؤسسه المطبوعات المدرسيه وفرع المطبوعات في محافظه اللاذقيه، ومن ثم يتم التوجه الى التلاميذ عن طريق ادارات المدارس وامناء المكاتب للحفاظ على جودة الكتاب وعدم العبث به، لان هذا الكتاب جزء كبير منه مدور، وبخاصه اننا في ضائقه اقتصاديه، الواجب على كل تلميذ على كل ولي امر على كل مدرس ان يتوجه الى التلميذ بان حافظ على كتابك، لان في العام القادم سيدرس به اخوك او اختك او ايا من تلاميذ المدرسة. من أجل الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم 2022-2023، منها الامتحانات الدورة الإكمال الثانية التي قمنا بها وإصدار النتائج، أيضا قمنا بامتحانات المتميزين، امتحان القبول المتميزين الذي صدر، وأيضا طلابنا الآن يشاركون في الامتحانات في حمص في طبعا مدرسة المتميزين، أيضا قمنا باختبارات المتفوقين وصدرت النتائج، و يوم السبت الماضي قمنا باختبارات التعليم المتمازج وأيضا صدرت النتائج بنفس اليوم. أيضا بالنسبة لطلاب الصف التاسع الذين نجحوا قمنا باستقبالهم وتسجيلهم منذ تاريخ 8/8/2022 وحتى 23/8. طبعا تم التوجيه لجميع مدراء المدارس على استقبال جميع الطلاب في المدرسة الأقرب إلى مكان سكنهم، أيضا تأكيد على بدء العام الدراسي الذي بدأ اليوم دوام الإداري، أكدنا على مدراء المدارس بالالتزام بالدوام الإداري وتنفيذ البرامج الأسبوعية من أجل البدء بالعام الدراسي بيوم الاثنين القادم أو الأحد القادم، بده يكون عندنا حفل استقبال بدء العام الدراسي.